نعم، البداية ستكون بجهود الإنقاذ والبحث التي ما تزال مستمرة في هذه المناطق التي تضررت، سواء الحوز ستيرودانت والأقاليم أو المناطق الخمسة التي ضربها الزلزال. صحيح أن وتيرتها قد خفت بحكم أنه معظم التدخلات قد تمت خلال هذا الأسبوع المنصرم، يبقى فقط أو يتبقى فقط استمرار في عمليات الإنقاذ في بعض المناطق خاصة الجبلية والبعيدة والقريبة من مركز أو بؤرة الزلزال منطقة إغيل عبر التدخلات أو الجوية، سواء بالمروحيات أو الطائرات العسكرية، وأيضا برا من خلال فتح الطرقات الذي تم بشكل كامل بغية وصول فرق الإنقاذ. فرق الإنقاذ أو المساعدة الأجنبية الإماراتية القطرية الإسبانية البريطانية تستعد للمغادرة هذا اليوم بعد أن أنهت تدخلاتها، ويستمر في الميدان أو الفرق تستمر الفرق المغربية في العمل في الميدان، هذا على جانب التدخلات من أجل البحث والإنقاذ. في جانب دعم المتضررين والإغاثة، نتواجد حاليا في هذه النقطة العسكرية الخاصة بمركز يسمى مركز التموين العسكري. هنا تمت إقامة هذه الخيم أو الخيام، يعني عددها تقريبا 250 خيمة تأوي كل خيمة ما يقارب أو 12 فردا، ويستفيد منها أهالي منطقة أمزميز الواقعة بإقليم الحوز والتي كانت من أكثر المناطق تضررا. هذه الخيام أو هذا المركز التمويني يمكن أن يقدم أو يتواجد فيه حاليا أزيد من 1500 شخص من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل، سواء انهارت منازلهم أو التي توجد منازلهم في حالة يعني يمكنها أن تنهار في أي لحظة. وطاقته الاستيعابية أيضا تصل إلى 2500 شخص، أي أنه يمكن أن يأوي خلال هذه الفترة وبشكل مؤقت 2500 شخص. يقدم هذا المركز التمويني العديد من الخدمات، في مقدمتها التغذية، ويتم في الأثناء توزيع وجبة الغداء من طرف الأطقم المكلفة بإعداد الوجبات الغذائية. يعني تقريبا يتم تحضير 18,000 وجبة يوميا بمعدل 3 وجبات، ويستفيد منها كما ذكرت النزلاء هذا المخيم، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالتطبيب، أيضا حضانة بالنسبة للأطفال وغيرها من الخدمات التي تأتي في إطار انخراط هذه المؤسسة في الجهود من أجل دعم الفئات المتضررة بشكل مؤقت، يعني إلى حين يعني المباشرة العمل بإعادة الإعمار وتمكينهم من العودة إلى منازلهم. طيب فدوى، يعني هل ما زالت تتواصل إرسال فرق الدعم والإنقاذ من دول أخرى مختلفة؟ كما ذكرت يعني صباح اليوم بدأت الفرق المتواجدة في المغرب والتي سمح لها المغرب بالمشاركة في هذه العمليات والتي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، إسبانيا وبريطانيا تستعد كما ذكرت للمغادرة، خاصة وأن تدخلاتها الميدانية التي جاءت في إطار تقديم الدعم والمساندة للفرق المغربية يعني قد انتهت مهمتها وستعود إلى بلدانها اليوم. وبحسب المعلومات فالفرق المغربية يعني بمقدورها إكمال هذه العملية، خاصة وأنه قد تمت تغطية جزء كبير أو تغطية معظم أو كل المناطق التي ضربها الزلزال، حتى تلك البعيدة التي كان يصعب الوصول إليها برا بسبب الانهيارات الصخرية، بسبب أيضا الهزات الترددية، أصبحت اليوم توجد فيها اليوم وقبل أيام الفرق المغربية في عين المكان من أجل إخراج الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. هناك يعني قد تنتهي هذه العملية يعني خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن إذا تحدثنا بلغة الأرقام عدد الوفيات يعني لم بحسب البلاغات الرسمية
لم تكن هناك زيادة خلال 3 أيام المنصرمة، ما يعني ربما أن الأشخاص أو أن الحالات التي وردت على هذه المستشفيات والمصابين تستقر حالاتهم، وهذا يعني أن المؤشرات تمضي في اتجاه إيجابي، عودة أو الحياة إلى بعض المناطق التي شملها الزلزال بشكل تدريجي، بدء عمليات تمشيط المناطق التي أصابها الزلزال وإخلاؤها من الحجارة ومن ركام الزلزال، وأيضا بدء الدراسة يوم غد بالنسبة للأطفال المتواجدين هنا في هذه المناطق، وأيضا استقرار معظم العائلات المتضررة في أماكن خصصت لإيوائهم بشكل مؤقت، سواء في هذه الخيام العسكرية أو خارج هذه المنطقة. إيواء المتضررين هي أولوية كما ذكر العاهل المغربي، هل تمت عمليات الإيواء بشكل صحيح. كامل؟ نعم، حسب هذا المركز الذي نتواجد فيه أو مركز التمويل العسكري، كما قلنا يضم 250 خيمة تستوعب 2500 شخص. هناك أيضا خيم خارج هذه المنطقة تابعة يعني للسلطات المحلية، فلاحظنا على أنه كانت هناك سرعة في الاستجابة لتعليمات أو في التفاعل مع تعليمات العاهل المغربي، بحيث يمكن القول أن 99% من العائلات المتضررة، وأتحدث هنا عن منطقة أمزميس، أصبحت اليوم داخل خيم مخصصة لإيوائها. قد تكون هناك حالات لم تستطع إلى حدود اللحظة الحصول على يعني خيم، لكن تبقى حالات يعني قليلة ومعدودة جدا، لكن حسب ما رأينا وما شاهدنا بالعين المجردة فالكل اليوم يتواجد في خيم تم تخصيصها بالأساس لإيوائهم في إطار التعليمات الملكية. هل تم علاج المصابين بشكل كامل أيضا واستوعبتهم المنشآت الطبية؟ نعم، عدد المصابين بحسب أرقام وزارة الصحة الذين تلقوا العلاجات وما يزالون داخل المستشفيات يبلغ 6100 وأزيد من 6100 شخص مصاب، من بينهم حالات خطيرة، لكن تبقى يعني بحسب أرقام وزارة الصحة فقط قرابة 500 شخص داخل المستشفيات يتلقون في الإثناء العلاجات اللازمة، من بينهم يعني بعض الحالات الخطرة، لكن إلى حدود هذه اللحظة وإلى حدود ساعة بث هذا المباشر لا توجد تحيينات يعني رسمية في الأرقام. بالمقابل خف، لاحظنا أن الضغط الذي كان موجودا على المستشفيات سواء المستشفى المركزي بمراكش أو المستشفيات الميدانية العسكرية اليوم يعني بدأ يخف، باستثناء الحالات التي ترد على هذه النقط أو الصحية من أجل تلقي العلاجات لأسباب مختلفة من أبرزها تبعات أو مخلفات الزلزال.